جواد طاهر علي محمد محمود جواد إبراهيم محمد حسن آية بابا جعفر يموتوا ويجونهم إلى الدكتور ويجونهم بعدين للحسن كورونا يعني اللي يعطس في الناس يصير كورونا ما سلم على بعض يعني فيروس عدي الناس لين واحد عطس يعني في كورونا من جراثيم لازم ناكل بصل نسلم على بعض ما يتنفسون لازم ما نطلع لازم نلبس كمامة لازم نغسل ايدنا فيروس نلبس كمامة قفافس نعقم نعقم يعطسون يصيبون يروحون المستشفى مرض خطي رجف الرئة ما تروح لازم ما نختلط يا ناس نلبس كمامة وقفاز قفاز يعطسون إذا راحوا برا الشارع أجي لهم كورونا مرض ينتشر في الناس أخضر وشو؟ أخضر لونها أخضر؟ يعني ما نسلم ما نحسبهم ونطلع كورونا إيه؟ دينا ما كنا وشي زي ما نحب وشي خلال الموت جراسين غسل إيدنا حط إيدنا معقم ونطلع برا فيروس نوع من أنواع الفيروس وبدأ في الصين الله عليك فيروس انتقل عن إذا لمست واحد وهذا تنفست هوائه وش علمتك اليوم؟ علمتني أني أغسل إيدي كل يوم لا وأبقى في البيت عشان لا أطلع برا عشان ما يصيبني أي مرض غير الكورونا أو الكورونا